ويحرم عليهم الخبائث. السجائر حرام على القول الصحيح عند أهل العلم، مش مكروهة ولا كلام، حرام بخط عريض. هل يجوز للمدخن أن يدخل المسجد؟ نعم يجوز، يجوز للمدخن أن يدخل المسجد، والتدخين لا ينقض الوضوء مع حرمة التدخين. على الراجح من أقوال أهل العلم فالخمر حرام، لكن هل لو شرب إنسان خمرا ينتقض وضوءه؟ لا، إلا في حالة واحدة، أن تذهب الخمر عقله. فالتدخين مع القول بحرمته على الراجح من أقوال المحققين من العلماء المعاصرين لما أثبته الطب الحديث الآن من سرطانات مختلفة يسببها التدخين، فأفتوا بالحرمة. قال علماء لجنة دائما البحوث العلمية والإفتاء: شرب السجائر والشيشة حرام لما في ذلك من الضرر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، ولأنهما من الخبائث، وقد قال الله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. عايز أقول اللي بيشرب سجائر وبيشرب شيشة، بالله عليك أنت بتعمل إيه؟ بالله عليك، بحلفك بالله، أنت بتعمل إيه؟ رايح تجيب سيجارة وجايب الكبريت، يا راجل ده انت بتولع وشايف النار قدامك اهي اهي، ما خفتش من الله؟ ما خفتش من النار دي في الاخره؟ انا ما يغزنيش الا اللي بيشربني سجاير ويعمل لي ازاي؟ ادعي لي ادعي لي. ادعي لك؟ ادعي لك ازاي يعني؟ طب طلعها وقطعها وانا ادعي لك يا رب يتوب عليه، انما انت مصر على المعصيه، ده انت بتستهزئ بالله، انت مقيم على المعصيه اهو، ادعي لي ادعي لي. وانت عامل ايه؟ ده انا نفسي تشوف واحد بيشرب شيشة بس لو يشوف نفسه على ايه؟ على مراية قدامه وعامل بقه كده منظر يفطس من الضحك، وبعدين بروح اقول لك بقه جغمان اتنين طلعين من مناخيره، ايه ده؟ ايه اللي انت بتعمله؟ ولا تقتلوا انفسكم رحيما. انت يا مدخن، انت يا مدخن، هتتوب امتى؟ هتتوب امتى؟ هتتوب امتى؟ ارميها يا ارميها يا ارميها يا. ربنا يتوب عليك يا اخي، بحبك خايف عليك، بتولع في حسن. لازم يبطل السجاير، هتبطل هتبطل. طب انت 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 هتبطل توعدني؟ طب بالله عليك دلوقتي تخلص من علبة السجاير حالا، خد قرارك، مستني ايه؟ مستني ايه؟ قد عزلنا.
وتعتمدن النضال واتخذن الخطب نحن رب الليالي نحن فرس الحروب وتعتمدن النضال واتخذن الخطب نحن رب الليالي نحن فرس الحروب في سبيل الله سرنا بالأمان الضحكة رقص الكون وغنى من ترات الكرات من يجيب حيرة السؤال